ومرحبا بكل المنتخبات ومرحبا بكل الوفود المشاركة في هذا العرس الأفريقي. إذن عملية بيع التذاكر لأول مرة في البطولة الأفريقية في الجزائر ستكون عن طريق منصة إلكترونية. ليشاركني في هذا النقاش عبر خدمتي الهاتف الحاج عدلان. مرحبا، أهلا وسهلا بك حاج عدلان. مرحبا، مساء الخير خالد، تحياتنا لك كل مشاهدين شروق نيوز. كيف حالك؟ ما شاء الله عليك، الحمد لله. الحمد لله. خالد، لما تسمع الخبر هذا احنا مسرورين، اللي رانا في تاريخ تاع كأس العالم، ما رانا نمشوا في نفس التنظيم ان شاء الله، وان شاء الله تكون شر من اروع ما يكون هنا في الجزائر ان شاء الله. وشيء جميل ايضا انه العمليه البيع ستكون من خلال المنصه الالكترونيه، وايضا يتم سحب التذاكر من خلال نقاط سحب تذاكر مباريات كاس افريقيا والتي حددت في على مستوى الجزائر العاصمه في الكثير من النقاط، وايضا حتى سعر التذكره مقدر ب 200 دينار جزائري، مبلغ رمزي فقط. دمبلي مبلغ رمزي. ولما تشوف انت الاهميه تاع البطوله اللي راح تكون ان شاء الله في مستوى لاباس به، ايزون با سي بلاندر لي سيبورتير اللي يجوا يشوفوا المباراه تاع الفريق الوطني ولا حتى الفرق الاخرى. اظن بلي داروا جيست من اروع ما يكونوا المسؤولين، وهما مشكورين باش تكون لا ماس بوبيلار، تكون اون امبيونس اللي يستاهلوها كل الفرق اللي راح يشاركوا في هذا الشهر. نتمنى ان شاء الله الفريق الوطني تاعنا يكون في الموعد. بالنسبه للحاجه الجديده خالد لو سمحت، وهي صابات رينو نوميناتيف، نظن بلي اقل من 18 سنه ما يكون مش حيكون له الحق باش يكون في الملعب بدون يعني مرافقه، وهذه حاجه مليحه بور لا نوفيل جينيراسيون.